تركزي عليه. خليك زي ما انت عليها، ما تشيليش الكاميرا، انا هحول لك البتاع بس بعد ما ينزل. الله خليك معايا عليها. فكرة لا الفيديو ده ما يطلع الاسم ومصلحة. ايوه طبعا. الحكومة بتعرف توقف وتعرف تكبر وتعرف تجيب الحاجات دي اه. وتجيب النمى فاهماني؟ يعني هو ده المفيد كله بتاع الحوار اهو. أحسن حاجة حكاية الموسيقي دي على فكرة ونزلته على رجله دي أهم من التنطيط. لا لا كان فيها بس ممكن فعلا خفته كانت جواها مثلا حس بيها. رح نلاقي للتانية شوف نازلة دي بس ويقعد كده اهو نازل اهو كده ما خدش حاجة عشان نازل ايده فاضية يعني. هنشتغل على البلكونة التانية بقى دي بقى. أنا جبت الواد وهو نازل بالشكارة على الكاميرات مع الواد العمارة شكارة كان بتشكي وحبيبي ورجالي وكل اللي انت على الشكارة ده جديد ده ساعة الوقفة شكارة ساعة الوقفة كان شكارة وبرضه جبتولك وما عرفتش اجيبه ليه برضه نزل وحاطط الشكاره كده وبرضه ما عرفتش اوصله جبت الجثه ومش عارف هو مين. اه مصطفى الابيض. اه بص يا علاء ده نزل من البلكونه بقى والعلاج والعلاج هات يا علاء الراجل وش يا علاء الراجل على قد ما تقدر يا نهار ابيض يا جدعان على الشيله بشارع من عندكم يا ابني ايه ايوه الراجل يا علاء الراجل ارفع وشك ايوه كده باين وشه شويه تمام قوي.